قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن العالم سيواجه نقصا في الغذاء جراء الغزو الروسي لأوكرانيا، وكانت قضية زيادة الإنتاج موضوع مناقشة في اجتماع مجموعة السبع يوم الخميس. قال بايدن في مؤتمر صحفي في بروكسل: سيكون الأمر حقيقيا، ثمن العقوبات المفروضة لن ينعكس على روسيا فقط ولكن على عدد ضخم من الدول بما في ذلك الدول الأوروبية وبلادنا أيضا. تعتبر كل من أوكرانيا وروسيا منتجين رئيسيين للقمح تحديدا، وسبق لحكومة كييف التحذير فعليا من التعطل الشديد بقطاع الزراعة وموسم الحصاد في البلاد بسبب الحرب. صرح بايدن في وقت سابق من قمة مجموعة السبع في بروكسل أنه ناقش مع رئيس الوزراء الكندي جاستن وزيادة الإنتاج الزراعي في البلدين في محاولة لتعويض النقص.